مرحبا بكم جهة طنجة تطوان الحسيمة. هذا الملتقى مدينة طنجة وحوض المتوسط كان تاريخيا ملتقى الحضارات والثقافات هنا في هذه المنطقة، ولأول مرة في تاريخ البشرية انطلقت الحضارة الإنسانية هنا في هذه المنطقة في حوض البحر الأبيض المتوسط. كانت أول أنشودة الأمن، أول أنشودة السلام، لكن اليوم مع كامل الأسف بحكم الجشع وبحكم أشياء كثيرة أصبح حوض البحر الأبيض المتوسط مقبرة لمن ينشد لقمة خبز يابسة وقارورة ماء. أنتم الشباب والشابات وليس السياسيين مثلي ولا التجار ولا آخرين من يمكن لهم أن يحملوا هذه الثقافة التاريخية. اليوم إذا كان هناك من أمل في المستقبل فهو في نسائنا وشبابنا. فلتكن أو فليكن هذا الملتقى مجالا لتبادل الأفكار والتجارب، ولكن أساسا وأيضا لبلورة إجابات عملية حول ما تعرفه وما يعرفه حوض الأبيض المتوسط من موت بطيء. رفيقات والرفاق أيها الحضور الكريم، اليوم مرة أخرى نتواجد بعاصمة البوغاف، نتواجد ببوابة إفريقيا على أوروبا، نتواجد بمنطقة حساسة كانت تاريخيا تعتبر منطقة دولية، واليوم تحتضن هذا الملتقى الذي كان مجرد فكرة ولكن اليوم يتحقق الحلم في دورته الثانية ويستمر وسيستمر بطبيعة الحال من أجل دبلوماسية موازية، من أجل أن نتواصل مع شباب دول البحر الأبيض المتوسط في مجموعة من القضايا الأساسية. También está incluido y pido un aplauso para nuestro delegado de Marruecos, que es Moxi. Y hay países tanto de América como de Europa y también pues ahora de África. Egipto participa también. Bueno, lo que les quiero dejar de mensaje es que lo que son los métodos alternos de solución de conflictos está muy ligado a los temas que van a tocar ustedes. Por ejemplo, el tema de seguridad, cómo prevenir esa seguridad, se puede prevenir a través de la mediación y de la solución de los conflictos. También hablan sobre la justicia, el tema que nosotros manejamos también es la justicia restaurativa, porque cuando la política o las leyes nos dan una justicia donde la persona no se queda satisfecha con esa justicia, buscamos una justicia que nos haga restaurar nuestras emociones. Entonces también trabajamos con esos temas. Les doy las gracias y espero que muchos de ustedes disfruten. Yo estoy segura que van a disfrutar estos temas. Pero aún así, cuando nos toque participar a nosotros sobre estos temas, nos gustaría que se sumaran a lo que es el proyecto de Semáforo Internacional. Y muchas gracias por la bienvenida. أنه محطات والتواريخ مهمة أساسية، ولكن ما كيستوعبوهاش حنا، كيستوعبوها الناس اللي غيجيو من مورانا. أما حنا خصنا ما نعيشو يوميا.
النضالات اليومية ما نقوم به كشابات وشباب في مختلف المجالات، أكانت وجهة حزبية أو داخل مجتمع مدني أو نقابية أو من داخل المجلس أو من داخل الحكومة إذا كان الأمر يتعلق بتدبير الشأن العمومي أو من داخل كذلك المؤسسات المنتخبة كالبرلمان. وأعرف أنه تجربة اللائحة الوطنية أعطت يعني واحد النكهة لهذه المؤسسة بفضل التواجد ديال الشباب من طينة رفاق ورفيقات حزب التقدم والشراكية. ملتقى الشباب المتوسطي، ملتقى اللي كتنظمو الشباب الشراكية هنا بطنجة، هو فرصة لي يعني التقاء بشباب من البحر الأبيض المتوسط حول قضايا مجتمعية تهم العدالة الاجتماعية وتهم كذلك الأمن بمفهومها الواسع. هذه فرصة كذلك للشباب الشابات والشباب ديال المغرب، ولكن ديال حزب التقدم الاشتراكية وديال الشيبة الاشتراكية، باش يعني تعبؤوا من أجل محطة وطنية كذلك اللي هي مؤتمر حزب التقدم الاشتراكية، ويعبروا على مواقفهم على استعدادهم للاستمرار في حمل الشعلة ديال الفكر التقدمي الوطني التقدمي الاشتراكي. جمال كريمي بشقرون، الكاتب العام الوطني لمنظمة الشبيبة الاشتراكية. ننظم هذا الملتقى في دورته الثانية حول الشباب والديمقراطية بمدينة طنجة، إيمانا منا في المكتب الوطني للمنظمة بأن للدبلوماسية الموازية دور، واليوم تأتي الدورة الثانية لتؤكد ذلك. فالبيان الختامي للدورة الأولى وخلاصات وتوصيات الدورة الأولى أدت إلى أن نجتهد من أجل تعزيز مجال واسع من العمل الدبلوماسي التفاعلي مع باقي الشركاء من البحر الأبيض المتوسط على الضفتين. اليوم ننتصر ولو بشكل جزئي، طموحنا أن نصل إلى ما هو أكبر، وحاجتنا للدعم المادي والمعنوي تظل قائمة، لأن هذا ورش الدبلوماسية الموازية، وعلى القطاعات الحكومية المعنية أن تجتهد وتدعم هذه الطاقات وهذه المبادرات. وبالتالي البرنامج حافل بالأفكار بالمبادرات، سيناقش حقوق الإنسان، سيناقش الهجرة، الإرهاب والتطرف، الأمن الدولي، وهذا هو الشعار الرئيسي للملتقى من أجل متوسط آمن وعادل. كذلك سيناقش قضايا التبادل الثقافي، التنمية الثقافية، التنمية الاقتصادية بدول الجوار، اجتهاد دول متقدمة من أجل تسهم في تنمية دول الجوار، كذلك محاربة الآفات والسلوكات المشينة والمسيئة للبيئة، على اعتبار أن اليوم حاجة الإنسان إلى بيئة سليمة هي من أساسيات العيش، ضد الأمراض الفتاكة، ضد انتشار الأوبئة التي نخرت الأجساد البشرية. اليوم هناك أيضا حديث عن أن نبرز دورنا في إطار اتفاقيات شراكة وتعاون مع الشركاء من الدول الحاضرة معنا، وأملنا أن يكبر وينمو هذا الملتقى ليصبح من أهم الملتقيات الدبلوماسية الشبابية في بلدنا. Méndez, presidenta de Semajur Internacional. El objetivo es difundir lo que son los métodos alternos de solución de conflictos y justicia restaurativa. Y esperemos que pronto puedan asistir a alguno de nuestros congresos que vamos a hacer en compañía de todos los países que están trabajando y colaborando con nosotros. سعيد البقالي، الكاتب العام للشبيبة الشراكية بطنجة والمشرف العام على الملتقى طنجة المتوسطي للشباب والديمقراطية في نسخته الثانية. هذا الملتقى الذي سيعرف حضور مجموعة من الوفود الأجنبية إلى جانب حضور متميز من كل جهات المملكة من رفاق ورفيقات الشباب الشراكية، رغم قساوة ظروف الطقس التي تعرفها مدينة طنجة، التحق بنا أكثر من 200 ضيف إلى جانب وفود أجنبية من إسبانيا وإيطاليا والمكسيك والأرجنتين، إضافة إلى لبنان وتونس. هذا الملتقى الذي نريد من خلاله أن يكون فضاء من أجل تبادل التجارب والخبرات حول مواضيع تهم الشباب المتوسط، بالخصوص مواضيع تهم البيئة، العدالة الاجتماعية، حقوق الإنسان، التنسيق بين
بين الشباب داخل المنطقة المتوسطية. شعار الدورة هو من أجل متوسط عادل وآمن. هذا هو حلم كل مواطن متوسطي، أن يعيش المتوسط في ظروف آمنة وفي ظروف اللي هي تتسم بالعدالة الاجتماعية وبالمساواة. المراد من خلال تنظيم هذا الملتقى المتوسطي هو خلق فضاء من أجل جمع الشباب المتوسط، الشباب المناضل والمهتم، في إطار تنسيق جهود هؤلاء الشباب من أجل التفكير سوية في بعض الحلول وخلق مجموعة من المقاربات التوافقية، خصوصا بين ضفتي المتوسط الشمالية والجنوبية. محسن حمان، ممثل مجموعة دولية لأفكار من أجل السلام. حضورنا اليوم كان هو لتمثيل الرؤية، توسيع الرؤية حول البحر الأبيض المتوسط آمن وعادل. وهذه الدورة الثانية كما أشرت في تدخلي كانت من أجل ترسيخ أفكار وقضايا التي تهم الشباب في البحر الأبيض المتوسط وكذلك القارات الثلاث.